الخاتم اللي أميرة تبغاه، قالوا لي خلينا نشوف إذا موجود هو ولا لا، وكمان قالوا لي مقاسها إيش، قلت لهم والله ما أدري، خلينا نشوف بروفايلها ونطلع المقاس. أوكي طلع لي الخاتم، والله حلو صراحة، وراني هذه الحلق، ما أدري صراحة أنا بجيب لها شيء تاني، فحشوف يمكن أشوف شيء تاني صراحة، ما بجيب لها حلق لأنه حلق ما يبان كثير، بس الخاتم يا جماعة عجبتني هذه مرة، والله حلوة مع الخاتم، حسيت أنها تكون مفاجأة مرة حلوة صراحة، حبيت خلاص حجيب لها هذه والخاتم، هي هتتفاجأ ما هتتوقع أني حجيب لها هذه كمان، بس مرة 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 حلوة. وما دريت إن ما به أغلى منك إلا أنت لو نظرت. أوكي يا جماعة الخير، خلاص ديسجن النهائي، فاينل ديسجن، هاخد هذا الخاتم زي ما هي طلبت وحجيب لها هذه. شايفة أميرة؟ إذا شفت السنابات هذه لا تقولي إني ما زبطتك، زبطتك تزبيط على كيف كيفك والله. يلا ألف 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 مبروك، تتهني فيها وتخدشيها بالعافية. يلا خلصنا يا جماعة الخير، غلفناهم وزبطناهم وصار الدور إننا نروح نهديها، بس أنا والله ماني عارف إيش راح تشتري لي، شيء حلو ترى حرجعها حوريكي شغلك. خلصنا يا جماعة الخير، الهدايا صارت جاهزة، شوفوا هي 11 سنة مع بعض، واعرف صرت كيف هي تفكر، والله انا ما ادري ايش حتشتري لي، بس ما هي الشجرة؟ اتوقع انها حتشتري ساعة من كارتير كمان، بس حتروح الفرع الثاني، اتوقع انها قاعدة تلحقني، تأكدت اني رايح هذا الفرع عشان هي تروح الفرع الثاني تشتري، والله ما ادري، والله اتوقع انها تشتري لي ساعة من كارتير، حنشوف اذا يعني انا صح ولا لا، واعرف ايش هي تفكر ولا لا. بس والله عجبتني.